فتح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحمة جزاكم الله الله خير وبركاته. وبارك الله فيكم على إتاحة الفرصة لي لهذا اليوم. وحقيقة أنا ممنون منكم جدا على هذه الاحتفالية الرائعة في هذا اليوم الرائع، يعني بالذكرى الثامنة لتأسيس هذه المنصة العالمية الكريمة العظيمة، التي حقيقة كانت يعني مثل ما قال أحد الأخوة هدية رائعة للأكاديميين. وأنا أضم صوتي إلى أحد الأخوة المتداخلين، قال نريد أن نحولها إلى منصة مجتمعية، وهذا مهم جدا حقيقة، لأنها الآن هي تقريبا يعني منصة نخبوية يعني إشاعة العلم وأهمية هذا الأمر، وكذلك إخواني حتى يكون لنا إحنا صدى في المجتمع. يعني حقيقة الأكاديميين يعني محدودين في يعني عطائهم فقط في المحافل العلمية، لكن إحنا يجب أن يكون لنا وقع في الإعلام وفي السياسة وفي كل المحافل المجتمعية الأخرى. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، لا أريد أن أطيل لأنه كان الوقت ساعتين، يمكن راح يصير 3 ساعات. الله يبارك دكتورنا فيكم، من السلام العراق، عليكم ورحمة الله. من أي جامعة؟ أنا الجامعة العراقية كلية القانون شرف والعلوم السياسية بغداد. شرفنا يا دكتور. الله يسلمك.